من ضمن الأسئلة، لو أنا معايا ألماني B2 مستوى B2 وإنجليش B2، هل ده هيزود فرصي في قبولي في البنك؟ الإنجليش هيزود فرص قبولك، الألماني مش هيزود كتير. الناس نايس تو نو، كويس إن أنا أنت بعت في الانترفيو أنا على فكرة بتكلم ألماني كويس ومستوى B2، لكن مفيش بنك هيقولك طب معلش تعالى احنا عندنا الأوبريشن بالألماني، مفيش هنا حاجة بتستخدم ده. فممكن هتجد ان الانجليزي كويس، ركز عليه، حاول تحسن منه، هو ده اللي هيعمل فرق. اللغه الالمانيه كويسه جدا، ولكن في بعض البنوك اللي بتتعامل، يعني مثلا الاتش اس بي سي مثلا، ممكن يقول لك احنا عندنا قطاع هنا بيشتغل في الاكونت بتاع المانيا مثلا، ممكن تشتغل فيه، ممكن تشتغل في بعض البنوك، ممكن تكون محتاجه حد بيعرف يتكلم الماني، او شركات هنا على فكره في مصر بتبقى طالب ان انت تتكلم الماني، فساعتها تعالى البروفايل بتاعك. ولكن في البنوك، بنك الاهلي، بنك مصر، بنك الزراعي، بنك السي اي بي، بنك العربي، ما حدش بيستخدم اول اللغه الالمانيه في تعاملاته، واغلبيتها مش بنوك مالتي ناشونال، يعني ممكن تستخدمها اكتر في البنوك المالتي ناشونال، ولكن في البنوك بتاعتنا الانجليزي هو اهم حاجه، وهو اللي هيزود فرص قبولك. وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير.